متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا ربي ارفع لينا هذا الوباء وهذا البلاء هذا، وان شاء الله تكون غير ازمه وتفوز. كيف ما كنعرفوا في الايام الاخيره كان واحد ارتفاع مهول في عدد الاصابات وكذلك في عدد الوفيات، ما عرفناش لما نرجعوا المسؤوليه، خصوصا ان الدوله فرضت بزاف ديال الحوايج ولكن المواطنين مازال ما ملتزمينش بهذا الشيء. اول حاجه هي مسافه الامل بيننا وبين الشخص الثاني. الا لاحظتوا اننا فاش كنخرجوا ولا كنمشيو نتغداو ولا هذا، فالا لقينا الاكثريه ما محتاجش مسافه الامان، وخصوصا كذلك غنشير لواحد القضيه ديال الدخول المدرسي. بالنسبه للاباء، بالنسبه للتلاميذ اللي كيمشيو يسجلوا وليداتهم في شي مدرسه ولا كيبغي ياخذ شي ورقه، راه كاين واحد الاكتظاظ لا يوصف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للكمامات اللي فرضاتها الدوله، بزاف ديال الناس ما كيديروهاش، انا ما فهمتش علاش الكمامه ولات كدير 16 ريال درهم، هذه الا كثرات درهم ما فيها باس حفاظا علينا وعلى السلامه ديالنا. السؤال تروح، شنو رايكم في هذا الارتفاع هذا ديال الاصابات والوفيات في هذه الفتره هذه؟ كتعرفوا متابعي قناه شوف تيفي، ففي هذه الفتره هذه ديال خصوصا الاخيره كان واحد ارتفاع مهول، ما عرفناش لما نحمل المسؤوليه واش نحملوها المواطن ولا الدوله. صراحه غنقول واحد الكلمه في حق الامن والبوليس و كلشي كلهم السلطات كامله، داير واحد المجهود كبير كبير، راه كيخاطروا بحياتهم، كيخاطروا بوليداتهم، كيخاطروا بالعائلات ديالهم، وكينزلوا للساحه باش انهم كيدخلوا هذوك الناس وكيقول لهم يعني ردوا بالكم. داكشي من نهار بدا كوفيد 19، فنحاولوا حنا كمواطنين نلتزموا، نحاولوا نديروا داكشي اللي كيتقال لينا حتى تفوت هذه الازمه هذه. راه ما علينا غير بالصبر، غير بالصبر، راه كيف ما كنشوفوا راه الوفيات كيرتفعوا، راه الناس كتموت كل نهار، خصوصا الناس الكبار ما عندهمش المناعه، الدراري الصغار كذلك. فنحاولوا اننا ابسط الاشياء نديروها، ابسط الاشياء اللي لزمات علينا الدوله، ماشي لزمات راه خاصنا حنا نديروها بلا ما تلزمها علينا الدوله، حنا خاصنا نديروها من راسنا. الكمامه نخرجوا بها كيف ما قلت، راه دابا ولات غير ب 16 ريال نخرجوا بها ما فيها باس. هذاك ديال التعقيم ضروري، ما نخرج من داري ندير التعقيم او نهزو معايا في الصاك ديالي كل شويه فاش نلقى شي حاجه نديرو. وحاجه اخرى هي مسافه الامان، راه ما يمكنش نمشي انا لشي بلاصه ونلقى فيها السحاب ونزيد ندخل وتانا نزيد هذا، علاش؟ ان شاء الله الغرض راه غيتقضى لك، ماشي بالضروره ان يكون في الزحام ونكون وسط بنادم وداكشي، راه تفادي انت راه مصلحتك انت، راه الله يستر الا مشيتي هزيتي داك الفيروس وديتيه لدارك، راه كاين امك تما، كاين باباك، كاين ولادك، كاين الزوجه ديالك، راه ما تاخذوهاش نتوما بان السلطات راه فارضه واحد الحاجه، راني انا غندير الضد وهذا، راه ما كاين لا ضد لا والو، راه انت منك راسك خاصك تعرف هذا الشيء، عرف بان راه كاين واحد الناس عندك في الدار، عندك واحد المسؤوليه، راه عندك وليدات صغار، عندك زوجه، عندك اب، عندك ام، عندك اخت، خاف عليهم. انت اللي كتخرج لبرا وكتخدم وكتضرب تماره ما فيها باس الا خديتي ثلاثه الاحتياطات ديالنا باش ندخل حتى انا لداري مامن وندخل حتى انا مطمئن على وليداتي وعلى الزوجه ديالي ولا على الام ديالي ولا الاب ديالي. وكيف ما كتشوفوا راه واحد الارتفاع اللي كان في هاد الاونه الاخيره كان اكثر من اللي خدينا في الحجر الصحي واحد 3 شهور ولا 4 شهور، يعني ماشي بحال دابا. دابا الارتفاع كان مهول. ابراهيم رودل غادي على البيرو ديال الطاكسيات.
كنشكركم بزاف على تبعكم لهاد البث المباشر اللي كان مباشره من الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، وان شاء الله نلقاو في مره اخرى ما نلقاو حتى شي اصابه وما نلقاو حتى شي وفاه ان شاء الله.